السلام عليكم، كي دايرين اخواتي؟ لاباس عليكم؟ هاد الفيديو هذا غادي نحاول نجاوب على اسئله اللي خاصني نجاوبها. من زمان كان باغا نحضر في الفيديو وبغا نجاوب، ولكن مكتب عرفتو دائما كيجيوني في الطريق لاني علاش محمد يبغى يكدر هكا، وشنو درتي له، واش معقول كاين الحب درجة هكا؟ يعني كتموت عليك راجلك. قالوا كاين عود كيقول وقيل لاني سحرت محمد بس بغا بزاف. ايه انا ما نكذب عليكم، محمد تبغاني بزاف درجة ما تخيلوش. ايوا نقولكم حقيقي اخواتي، ايه عندكم حق، انا درت السحر على محمد بس تبغينا، بس يبغيني على الطرز هكا، فهمتو؟ سمعتو، انا درت السحر عند محمد بس يبغيني على الطرز هكا. وشنو هو انواع السحر اللي درتي لها؟ اسنو انواع السحر اللي درت لها درت له. هاجي نقول لك، هاجي قربوا نقول لكم، بس حتى انتوما ديروا بحالي، فهمتوا؟ بس بغيكم راجلكم بزاف، فهمتوا؟ غير قسوا معي مزيان بس تعرفوا. ولكن شرط واحد خاصكم ديروا بحال اللي درت محمد، بس بغي بس ديك السحر غاري نجح، فهمتوا؟ اول شيء شو ديروا، شو غادي ديروا؟ اول شيء شنو غادي ديروها؟ اول شيء كتنوض في الصباح، ديك صغار ينوض قولي له شي حضر زوينه، قد فات في الصباح محمد كنقول صباح خير حبيبي، كي جيك ناس وس نعست مزيان، انتو هكا السحر هذا، هذا هو اول السحر اللي درت له. كنقول عاسي كلمه زوينه وكلمه طيبه وكلمه حنين، وديك الساعه شويه ديك السحر تيخدم، وكيف القلب ديالو كي دك دك دك، قلب ديال محمد كي دك دك دك، على خاص هذيك كلمه زوينه، هذيك حضرة حبيبي، ديك حضرة صباح خير، داكشي أكبر سحر انتو على راجل. غادي نقول شنو بغيتي تفطري، واش نصوب لك شي مسمن ولا البغلل ولا حرشة، ولي بغيتي نصوب لك يا حبيبي انتو بابتسام فيها ضحك. ايوا وديك الساعة حتى هذا السحر، انتو هذا هو انواع السحر، انتو شوية كيبقى راجلك غادي يحرمك عليك، انتو ايوا. شنو حاجة اخر هنقولكم قربوا، قريب الوقت الغدا، شنو غادي ندير، غادي نشوف الوقت وديك الساعة غادي نسوني هو وغادي نقول الو كي داير حبيبي، كي بقيتي، كي داير ما خدمة، واش غادي يجي باقي غادي تعطل في الخدمة، وشنو غادي نصاوب لك باش تغدي، ياسي يعجبك قولي لي باش نصاوب لك. ايوا صافي، ايوا ديك الساعة غادي يفرح بزاف هو وغادي يقول لك طيبي لي هذا صافي، غادي نوجد داك الماكله اللي كتبغاه هو غادي يقول لك شحال وقت، غادي يقول لك فوقاش غادي يجي هو في الدار وكون كلشي واجده، ماكلتي له كلشي واجده، فهمتوا؟ هذا هو السحر حقيقي، والسحر مجح بزاف، فهمتوا؟ ايوا داكشي. و الى غادي تجي في الدار
الا هو غريزي في الدار، غريزي في خدمه، غاري نفتح له الباب وغاري نبوس راسو وصافي، غاري نضحك، غاري يشوفني بابتسام، بابتسام يعني بالضحك بالفوز فرح. نتو وديك الساعه غاري نوجدهم داك الشيء ماكله لي، يعني غاري نوجد له الغدا وغاري نحط ديك الماكله اللي تعجبو هو فوق الطابله، فهمتو؟ وديك الساعه غاري يتغدى هو، غاري نقول وانا وجدت لك كل شي حوايج ديالك سي دوشي، ويلا بغيتي شي حاجه عيطي لي نحك دحرك، ولا بغيتي ندوش لك ندوش لك. هاكا السحر حقيقي وقوية، فهمتو؟ الى تبعتو ديك السحر طريقه السحر اللي تنقولكم 100% عطيتوما راجلكم غري بغيكم. فهمتو؟ انا نحضر معكم الصراحه اخواتي، نحضر معكم الصراحه. الراجل ما تتحملش مره كتشكى عليها، راجل شنو كتبغى في المره؟ مره يكون صبوره، الصبورة وشو ما كان عندها خاصة تحمد ربه وخاصة يقول الحمد لله الخير موجود. كاينين آيالات كيسحروا رجالهم في لينجير، لينجير وهاد هاد السحر ديال لينجير غريت عرفت لها النتيجة ديالو خايبة كتخليك راح مراته. انتو رجال ما كيح حمل ينقير ينقير، ما عرف كيفاش نشرح لكم، جانا غير كنضحك معكم. فهمتوا؟ ما كاين لا سحار ما كاين والو، انا عمري ما سمعت سحر الا هنايا في المغرب. ديك الساعة كنبقى نقول شنو داك السحر اللي كيقولو، شنو داك السحر اللي كيقولو، عاد عرفت شنو هاداك الشيء. ديك الساعة شرحوا لي مزيان عاد عرفتو، اي والله حديه ما خلق وصافي. ولكن صراحة اخواتي شي لي شي نصيحة لي عندي، الا بغيتو رجالكم يخترمكم خاصكم تسمع حذر ديالهم. الا انتو الا ما بغى راجلها يخترمها اي شيء، وشنو هذاك الشيء لي راجل ما تتبغى يدير مراته، يعني ما خاصة يدير. بحال دابا مثلا انا محمد، بصراحه ما نكذب عليكم، انا محمد من تجوزنا حتى دابا عندنا وليدات الحب ديالنا قد زيد. فهمتوا شنو السبب؟ على شنو السبب؟ انه عمرنا يعني ما تنديرو شي حاجه لي ما تيبغى الواحد. بحال دابا مثلا محمد، بحال دابا محمد غادي يجي لعندي هو غادي يقول شي حوايج لي ما تتبغى هو. بحال دابا مثلا هو غادي يقول لي هانتي هاد حوايج لي ما تنبغي انا وما تنحملوش، وانا خاصني نحاول ما ندير داكشي. ولكن الا غاري ندير ديك حوايج اللي محمد ما تيحملوش وانا عارفه انه هو ما تيبغى، 100% ديك الحب اللي تنحاول وما يخربق بشوي شوي غاري ينقص. انتو على خاص انا عارفه انه هو ما تتبغى داك الشيء وانا تندير. انتو وكذلك انا خاصني نمشي نجلس معاه، نجلس ما هو وغاري نقول حبيبي هاد حوايج هذا اللي ما تنبغي، هاد حوايج هذا اللي ما تنحملوش. وكذلك هو غاري يحاول هو ما يدير ديك الحوايج اللي انا ما تنبغيش. فهمتوا؟ وديك سبب غاري نزيد الحب ديالي، على خاص راجلي كيحترمني وكيحاول يدير كيحاول ما يدير داكشي اللي ما تنبغيش وما تعجبني،
ولكن الى غاري ندير شي حاجه ولا الى هو غاري يدير شي حاجه شي حوايج اللي هو عارف انا ما تعجبني صافي الحب تما غادي يبدا ينقص انتو واحترام غادي يبدا يمشي انتو سبحان الله احترامي واحترام هو كيبقى انتو على خاص نحاول ما نديرو داكشي اللي واقول واحد ما تيبغى انتو ولكن الا كان مراتك ولا راجلك غادي يدير داكشي بحال دابا مثلا الا كان مرا وهي عارف الراجل ديالو هكا دايره وراجل ديالو ما تتبغاش ديك حركات وما تتبغاش ديك الحوايج باقي هو تيدير صافي ما عنده ما ندير بديك الزواج على خاص كطلع انه بحال ديك المرات وما تطي احترمهم حدر ديالو ما عندوش احترام وشي حاجة اخواتي لاخر نصيحة اللي غادي نقولكم ديكسي ضروري على جواز شو ما كان عمركم ما تخيبوش الصورة ديال رجالكم عند والدين ديالكم واخواتكم على خاص الى صورة ديال راجلك صافي تخيبتي عند خواتك والوالدين ديالك صافي يبقى صورة ديال راجلك خايب شو ما دير خير يبقى هذيك خايبتي صورة ديال راجلك مستحيل ترجعي بحال الاول وكنتمنى فهمتوني شي اللي بغا نوصل لكم اخواتي بحال دابا انا بحال دابا انا ومحمد مشكله ديالي هو بيني وبين هو انتو ما خاصني نجبد واخا اخواتي واخا والدين ديالي ما خاصني نجبدو نقول ها هو شو دارت ليا هو هكا داير هو شو دارت ليا انا ما تنجبت نهائيا مشاكل ديالي انا وراجلي غير بيني وبينه هو وبين الله شي بسيطه تو على خاص الا غارين نجبدها من خواتي ومن والدين ديالي غريب كون دائما غير يشوفوا محمد خايبه شو ما يدير محمد غير يشوفوها خايبه فهمتوا هذيك مشاكل ديالك وراجلك خلي داكشي بينك وبين الله وبينك وبين راجلك حلوا داك المشكله ديالكم فهمتوا بيناتكم فهمتوا داكشي اللي بغا نوصيكم واش كتفهموني بعدا انا ما تنقول داكشي زعما بس نعيركم هاي نصيحه اللي عندي على خاص كاين بعدا بزاف كنسمع كيقول كيهضر على ورا دحر ديال 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 راجلو بحال دابا مثلا ها راجلي شو دارت ليا ها راجلي شو دارت ليا اختي هذاك راجلك ربي اللي يعلم اشنو عنده مشاكل في الخدمه ولكن ما كيتشكى عليك عمرو ما تشكى عليك الخاص هو راجل كيتحمل مسؤوليات هو ولكن انتي غير شويه كتشكي عليها هو كتقول ها ما جاب لي هذا ها شوفي شو كيدير لي ها شوفي شو الله يحدي خصوصا الى خدام مشاكل ديالو فوق راسو مشاكل ديالو الله اعلم فهمتو مشاكل ديال راجل في الخدمه الله اعلم والله الله يعاونهم وكنتمنى انه
ما تقلقوا عليا، ما تقلقوا عليا، ولا نتقلق، ما تقلقوا عليا زعما. فهمت؟ وكنشكر بزاف داك المتبعين اللي دائما دائما كيكتبوا صيت عليك زوينه وكيشكروا ليا. كنشكركم بزاف بزاف من قلبي، نتوما عزيزين علي بزاف بزاف. طولت عليكم بزاف اخواتي، ان شاء الله نشوفكم في الفيديو اخر. وداك السحر اللي قلتكم قبيله انا غير كنضحك معكم، ما كاين لا السحر لا والو. فهمتوا؟ السحر حقيقي هو الحب، حب حقيقي ومعامل يعني امل ديالك بينك وبين راجلك مزيان. فهمتوا؟ ايوا داكشي اللي كاين اخواتي. ويا اخواتي نشوفكم في الفيديو اخر. تعالى فراسكم الى عندكم شي سؤال مرحبا بكم، انا غادي نجاوبكم. اي شي بغى يقول شي حاجه، اي شي بغات تسول شي حاجه، غير مرحبا بكم، اكتبوا في الطالق وواحد واحد غادي نشوف وغادي نجاوبكم ان شاء الله في فيديو اخر. صافي ايوا يلا تحلى فراسكم، باي.